السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمواكبة لعملية طوفان الأقصى. هذه العملية البطولية اللي قام بها المقاومة الإسلامية في فلسطين ضد الكيان الصهيوني، وعلى مدى أعوام طويلة خاضت المقاومة الفلسطينية معركة الإعداد والتجهيز للمعركة الكبرى مع الاحتلال، وكانت تجهز نفسها ليلا ونهارا لذلك اليوم، وقدمت في هذه المسيرة كثيرا من التضحيات والشهداء، واليوم هي تدخل في هذه المعركة بكل قوة واقتدار لتسطر مفاجآت في المستوى السياسي وفي المستويين الأمني والاستخباري وفي البعد العسكري الذي لا يشك أحد في نجاحه المبهر منذ بداية ملحمة طوفان الأقصى. في هذه المعركة استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تصنع المستحيل بعد 17 عام من الحصار، إذ سخرت مقدراتها وصنعت سلاحها وهربت جزءا آخر متجاوزة كل العقبات والضغط والحروب التي كان يراد منها إضعافها، واستطاعت من خلال استراتيجية واضحة في البناء الوصول إلى قوة عسكرية قادرة على تغيير المعادلات الاستراتيجية. وها نحن في اليوم الثاني لعملية طوفان الأقصى، ولا يزال القتال مستمر، ولا تزال المقاومة تسطر الانتصارات وتعلن السيطرة على عدة مواقع في الأراضي المحتلة وأسر عدد كبير من جنود الاحتلال. اليوم الثاني عمليات مهمة واستمرار لعمليات اليوم الأول اللي انطلقت بأكثر من 5000 صاروخ على مناطق الكيان الصهيوني. كل هذه التفاصيل والبيانات والأبعاد لهذه العملية راح نناقشها من خلال هذه التغطية بعد ما نتابع هذا التقرير. قتل وأسر وإرعاب لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، وإطلاق آلاف الصواريخ تجاه عمق الكيان، وسيطرة على أسلحة ومدرعات ودبابات صهيونية. هكذا هو المشهد الذي قررته المقاومة الفلسطينية لتكون رسالتها واضحة للعدو الصهيوني وعصابات المستوطنين. معركة طوفان الأقصى التي فجرتها المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الصهيوني تأتي انتصارا للمسجد الأقصى ومنع تقسيمه وتهويده زمنيا أو مكانيا، وتأتي أيضا لحماية شعبنا الفلسطيني من التطرف وتغول هذه الحكومة اليمينية الفاشية، وانتصارا للأسرى في داخل السجون وتحرير له بإذن الله سبحانه وتعالى. طوفان الأقصى هو الاسم الذي أطلقته المقاومة على عمليتها النوعية ضد كيان الاحتلال، نصرة للقدس والمسجد الأقصى ودعما للمرابطين فيه. رسالة المقاومة والشعب الفلسطيني للعدو الصهيوني بأن ما دام هذا العدو جاثم على الأرض الفلسطينية فالمقاومة مستمرة بكل الأشكال وبكل الإمكانيات وبكل الوسائل المتاحة لدى شعبنا الفلسطيني، نؤكد على استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل التراب الوطني الفلسطيني. حالة فرحة وبهجة عارمة تشهدها فلسطين ولدى كل أحرار العالم بنجاح العملية العسكرية النوعية لقوى المقاومة الفلسطينية التي قتلت وأصابت وأسرت المئات من الصهاينة. العملية النوعية التي نفذها المقاومون صباح اليوم داخل عمق الكيان، عملية تحمل رسائل عديدة للعدو الصهيوني وعصابات مستوطني أن المقاومة مستمرة وأن مفاجآتها لن تتوقف. محمد الأسطل لقناة الأيام، غزة، فلسطين. حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية، نناقش أبعاد هذه العملية وهذه الانتصارات الكبيرة للمقاومة الفلسطينية مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عباس الشطري الباحث في الشأن السياسي، وكذلك الأستاذ ياسر فراويلة الباحث السياسي المصري. حياكم الله ضيوفنا الأكارم. حياكم. أهلا وسهلا. نبتدي وياك أستاذ عباس، اليوم الثاني للعملية، عمليات القتال مستمرة، المقاومة الفلسطينية مستمرة في التقدم في أكثر من منطقة، غلاف غزة وغيرها من المدن، الكل مستهدفة في الصواريخ وصواريخ المقاومة الفلسطينية. أبعاد هذه العملية اليوم وين تشوفها وأثرها على الكيان الصهيوني؟ شكرا جزيلا أستاذ عباس، وشكرا أيضا لقناتكم وجمهوركم الكريم. حياتي. الحقيقة يعني في البدء أهني نفسي وأهنيك وأهني كل المؤمنين وأهني كل المسلمين أيضا المؤمنين بقضية الكرامة الإسلامية وأيضا الكرامة الإنسانية وكل القوميات المنصهرة في هذا الوطن،
وحقيقة سعداء جدا أنه اليوم لهذا اللي حصل البارحة هو رد كبير على كل الغطرسة الصهيونية والغطرسة الغربية في استهداف العرب والمسلمين وفي الاستمرار في استباحة أراضيهم واستباحة مواطنيهم. الحقيقة هذا يذكرنا وإن كنا يعني لم نكن في تلك اللحظة موجودين، لكن ما قرأنا عنه معركة الكرامة 1968 حينما صدح الملك الراحل حسين بن طلال اقتلوهم حيث ثقفتموهم بعد الهزيمة المرة في سنة 67 نكسة حزيران والتي استبيحت فيها الأراضي العربية. حركة حماس والفصائل المنضوية في قطاع غزة حقيقة عادت لنا اليوم الكرامة الإنسانية بكل أبعادها، لأنه فعلا في الأيام الماضية وحتى السنوات الماضية وجدنا غطرسة واضحة وكبيرة من نتنياهو المتطرف وحكومة المتطرفة وتأييد غربي غريب. بالتالي موضوع رد على استفزازات للكيان الصهيوني. نعم نعم. الموضوع مو موضوع اختياري أو مزاجي من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. لا لا، هذه الفصائل هي تعيش في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وهي لديها يعني هي تعيش الحدث نفسه، ولذلك تعاني كل سواء هي أو المواطنين الفلسطينيين من هذا العسف الصهيوني ومن هذه الغض النظر الغربي حول الغطرسة الصهيونية. لذلك هذا الأمر كان مبيت، وهناك طبعا تدريب وتفكير جدي، وأيضا هناك دعم ربما في فصائل المقاومة الأخرى لأن تصل الأسلحة والمعدات وطريقة التفكير الجديدة في الاستهداف إلى هذه الفصائل التي استطاعت خلال ساعة أقل من يعني يصفها اليوم المحلل الإسرائيلي أنه إذا 6 ساعات في حرب 73 هاي في 6 دقائق استطاعت أن يعني تهزم كيان وتعطل كل قدراته ومطاراته ومصالحه السياسية والاقتصادية. انتقل لي الأستاذ ياسر فراويلة، حياكم الله أستاذ ياسر. أهلا وسهلا بك. بداية نبارك لكل الأحرار والمهتمين والمعنيين بالقضية الفلسطينية هذه الانتصارات للمقاومة على الكيان الصهيوني. اليوم طبعا يوم عزة ويوم من أيام العرب الجميلة ومن أيام الإسلام المميزة. اليوم ينتصر الشرفاء في ساحة القتال وجها لوجه، ليس عبر قصف وليس عبر تفجير خفيف في صوف من الأصوات أو الهجوم على طلبة في حفلة تخرج. إنه يوم قتال لعدو حقيقي، عدو متغطرس، عدو دنس أراضينا. هي العملية الأكبر تقريبا من عام 1973. هي عملية بالمعنى الدارج تيجي تصيد وتصيدك، يعني هو حاول نتنياهو أن يقوم بعملية التقام وهضم للأراضي الفلسطينية المتبقية التي تحت ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، حاول أن يضمها ضما ويطرد من بقى فيها ويقيم عليها مستوطنات. في حركة استفزازية نتيجة استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين بتدنيس مقدساتهم. ولكن الملاحظ أن جميع فصائل المقاومة كانت تقوم بعمل موحد وعمل بتنسيق عالي جدا، والملفت للنظر أنه كان بحرا وبرا وجوا، مما أثار الدهشة أين كانت استخبارات وعيون العدو ووحدات المستعربين وغيرها حينما كانت. وهنا التساؤل أستاذ سعيد، هنا التساؤل أنه العمليات برا وبحرا وجوا وحتى سبراني، العملية بدأت بالأمن السبراني والسيطرة على منظومات الأمن السبراني بالنسبة للكيان الصهيوني وبعدها الدخول بهذه العملية. نتساءل عن سر هذه القوة وهذه الإمكانات اليوم للمقاومة الفلسطينية وهي تواجه عدو يصور الإعلام الغربي بأنه عدو لا يقهر. هو تم تدريب وتجهيز هذه القوات بشكل غير طبيعي وبشكل ملفت جدا، لأن استخدام تلك الأسلحة وخاصة الباراشوت والفدائيين الطائرون عملية ملفتة جدا وتحتاج إلى دقة في التنفيذ والتدريب وتدريب عالي جدا، على خلاف استخدام لأي أسلحة. أيضا المباغتة للقوات العدو والمستوطنين وفي عقر ديارين والحصول على أسلحة وهذا الكم الهائل من الأسرى يدل على أن العدو غير مجاز وأنه فقد الجهوزية وفقد الاستعلام وفقد مبادرة الاستطلاع.
ايضا انه ليس على مستوى المواجهه المباشره. افقدته السيطره، افقدته المبادره، لم تعد صواريخ من قنابل، وان كانت بهذا العدد وهذا الكم من الرصافات والدقه. لم يعد مجرد قصف صاروخي او عمليه انتحاريه، كانت مواجهه مباشره على الارض رجلا لرجل. نعم استاذ سعيد، كل هذه الميزات، لذلك سميت بهذه العمليه بعمليه نوعيه. انتقل بالسؤال لاستاذ عباس، عمليه نوعيه، شنو اللي يميز هذه العمليه؟ ما احنا سيف القدس قبلها كل السنوات السابقه اكو فد ساحه قتال بين المواطنين الفلسطينيين الاحرار والكيان الصهيوني، هذه العمليه بالذات سميت بعمليه نوعيه. كلمه نوعيه تاخذ منحيات مختلفه. اول منحنى وهو الاهم، انه القدره الاستخباريه الهائله وعدم ايصال اي معلومه لقوى الاحتلال حول التخطيط، هذا واحد. ثانيا الاستغلال السياسي الامثل، الظروف السياسيه الامثل. الان صراع في اوكرانيا وروسيا، هناك وضوح المأبون زيلينسكي في حنينه الى اسرائيل ووقوفه هذا، ومع الاسف انه حضر القمه العربيه، انشغال الداعمين للكيان الصهيوني. نعم هذا واحد. اثنين، انه حركه حماس من الذكاء السياسي استغلت الوضع الدولي الان، واستغلت الوضع الداخلي الاسرائيلي، لان هناك تقارير قبل هذه العمليه لمده عام هناك ترهل في الجيش الاسرائيلي، هناك عدم قدره على التدريب والمفاجاه والقدره والرد السريع، يعني اصبح هناك، طبعا المعلومات كلها عند حركه حماس، وهناك ايضا مجسات داخل الضفه الغربيه وقطاع غزه، وبالتالي استطاعت ان تحسب كل هذه الحسابات الدقيقه. طبعا اضافه، لا يمكن ان ننكر ان هناك دعم حركات المقاومة الأخرى، سواء الدعم السياسي أو الدعم بالتدريب، الدعم بالأسلحة، الدعم بالمعلومات. تعرف الآن العالم يعني تطور كثير، ولذلك المعلومة أصبحت كان هناك يعني أسرع في وكالات عربية، في وكالات إسلامية. لا ننسى الموقف والحقيقة الجمهورية الإسلامية في إيران، التي أكيد هي يعني حتى موقف السياسي البارحة السيد الخامنئي قال أنه يعني رحب بالعملية وأن هذا رد على الغطرسة، والموقف العراقي طبعا وإن كان محرج ولكنه تحدث بصوت عالي. فكل هاي الأمور حسبتها حماس بدقة، إضافة طبعا إلى الترهل في القدرات الإسرائيلية سواء التدريب أو الأسلحة، وبالتالي استغلت هذه الفرصة. فوق هذا كله حسبت الحساب السياسي أنه هاي العملية إذا كانت محدودة وبسيطة كالعمليات الأخرى، سيتحرك الجانب المصري، سيطلب الغرب من الجانب المصري التحرك، وأكيد المخابرات الأمريكية ستبعث، عفوا المصرية ستبعث رئيسها إلى غزة، وسيكون تناف وقف اطلاق النار. لا، وبالتالي يمكن بس معركه شاليط فقط اللي حصلنا عليه خلال سنوات، لكن الان هذا العدد الهائل من الاسرى، وهذا العدد الهائل من القتلى، هذا كله حسبته حماس بدقه متناهيه، وايضا الظروف التي حسبت والنتيجه كانت عمليه مبهره. خليني انتقل بالسؤال ما يخص الجانب المصري للاستاذ ياسر. فعلا اكو تحركات اليوم من الجانب المصري باتجاه التهدئه او دخول كوساطه ما بين المقاومه الفلسطينيه وما بين الكيان الصهيوني؟ اولا المصريون على قلب رجل واحد تجاه اعداء الصهاينه، وان كانت بعض المواقف السياسيه مرغمه نتيجه الضغط ونتيجه وجود مصر كقوه اقليميه كبيره وضامنه في المنطقه، من المفروض انها تتحرك وان كانت على حياء للتهدئه، ولكن علينا ان الا ننسى ان هذه المساندة هذه المواقف استاذ ياسر حكوميه من هي مواقف شعبيه؟ المواقف الحكوميه بتخضع لضغوط خارجيه والتزامات دوليه، ولكنها في قراره نفسها لا تنسى ان هذا عدو، وان ما حدث منهم له تاريخ اسود لا يمكن ان يمحى. وبالرغم من معاهدات السلام وما يطلق عليها، الا ان اليوم حتى تم عمليه ضد السياح الصهاينه في الاسكندريه، مما يعكس الرد الشعبي، وهو متماثل مع الرد السياسي، ولكن مرغم، القياده السياسيه مرغمه نتيجه الاتفاقيات ونتيجه وضعها كوسيط وكضامن ان تتدخل للتهدئه، حتى ايضا تحمي الفلسطينيين عند اللزوم. ليس معنى انها تتدخل ويدي المقاومه عليا انها لن تتدخل، وهناك اتفاقات
مصر كثيرا تدخلت اثناء اعتداءات على الفلسطينيين، ولكن القياده لها وجهه نظرها وتستطيع ان تتعامل بحنكه في هذه الظروف بحيث لا يضر بالمصالح الفلسطينيه ايضا. التفاوض، اكو مساحه للتفاوض مع الكيان الصهيوني خصوصا بعد كم الجرائم والاستفزازات المستمره اتجاه الشعب الفلسطيني؟ الكيان الصهيوني اليوم يذهب لغه التفاوض؟ السياسه هي اللي ممكن، ومثل ما تحدث استاذ ياسر، انا متاكد الحكومه المصريه والشعب المصري فرح وسعيد، وان كانت الحكومه محرجه لا تستطيع لهذا موقف سياسي. لكن من يتحرك باتجاه التفاوض؟ دائما المصريون باعتبارهم الاقرب الى قطاع غزه، وقطاع غزه خضع لسنوات طويله تحت الاداره المصريه بعد 48 حتى سنه 67. لذلك هم والعلاقات المتشابكه بين سكان القطاع والمصريين هاي معروف. التفاوض حتى لو يعني هو لابد من التفاوض مع العدو لانهاء هذا الامر، ولكن انت استبقت بحدث، استبقت الان برهائن، واستبقت بقتلى، واستبقت بضربه مفاجئه، وبالتالي لا يمكن تفاوضك كالسابق في كل الحالات اللي حصلت. مبدا قوه يعني باعتبار المعركه بالداخل. نعم، وتوضحت التصريحات، هؤلاء الاسرى سيتم تبادلهم مع جميع السجناء الفلسطينيين. تعرف قبل كانت اسير بألف ب500 ب200 بكذا، لكن يبقى سجناء، لكن الان هذا اعتقد الاسرائيليين محرجين في هذا الامر، لابد من انه هذا الموضوع. اضافه لهذا نتنياهو المتطرف والمتغطرس، هاي ضربه موجعه، لا يمكن بعد اعتقد لديه القدره على دخول في انتخابات والحصول على حكومات جديده، لان الاسرائيليين في الداخل ايضا ممتعبين. يعني لكم مشاكل، حدث كبير يعني ما يخص الانتخابات، على حين غره، على حين غره يصبح هذا اقوى زعماء اسرائيل في الوقت الحالي، ولكن لا ينتبه لهذه الضربه القاصمه، وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك فيه ثقه ايضا. هذا الامر وان كان به مدلولات اخرى، لكن الداخل الاسرائيلي سيتحدث ألف مره مع نفسه، الى متى احنا مع الفلسطينيين بهذا الاتجاه؟ لا دوله فلسطينيه حسب اتفاق، حسب المبادره العربيه، لا انسحابات، لا فتح فرصه لسكان غزه للاسترزاق، للعيش الكريم، لفتح المعابر، حصار خانق على القطاع. بالتاكيد سيفكر الاسرائيلي ألف مره، لانه هذه الضربه قد تكون هناك ضربه، اذا ما يعني استمر هذا الامر بالتفاوض وان هي هذه القضيه، ربما تكون ضربه اقوى ومجعه، ولكن متاكد انا ان هذه الضربه هي قاسمه، وحتى لو هناك ضغط على غزه وقصف على غزه، الفلسطينيين متعودين على الاستشهاد، متعودين حالهم، يعني يقول لك انا يعني مختنق، ليس لدي الا الشهاده في سبيل الله في سبيل الوطني، وبالتالي هو يتحمل كل هذه الظروف لان يعرف الهدف الاسمى بانتهاء العمليه سيكون هذا الهدف، ليس كما كان بعد 7 تشرين او 7 اكتوبر، لا تنسى 6 اكتوبر المفاجاه المصريه و7 اكتوبر هي مفاجاه حماس. بالتالي استاذ ياسر المعادله تغيرت، هذا الطوفان الى شنو ممكن يوصل خلال الايام القادمه؟ اكو اشكال. تمام نعاود الاتصال مع الاستاذ ياسر عبر السكايب. ارجع لك يا استاذ عباس، هذا الطوفان، طوفان الاقصى وين ممكن يوصل مساحه هذه المعركه؟ خصوصا احنا نسمع اليوم اكو مدن تتعرض للقصف، مدن الكيان الصهيوني، بالتالي مساحه المعركه بازدياد مستمر. نعم، اولا الحركه المقاومه في يعني حماس والفصائل المنضويه في قطاع غزه لا يمكنها التضحيه بجميع الاسلحه، بالتاكيد ستحتفظ بجميع بصواريخ اخرى حتى لا يكون هناك استنفاذ لقدراتها، لان كل صاروخ يستخدم تعرف هذا صعب الحصول عليه، يستخدم في هدف مهم، هذا واحد. اثنين، الهدف من المباغته نجح وجعل العالم كله يدير عنصر يعني المفاجاه. نعم، انتبه العالم الى ان هناك شعب محاصر تحت القسوه الشديده، وبالتالي هذا يجب الانتباه الى حل مشاكله او انهاء الاحتلال على الاراضي المحتله 67. هذا اثنين. المستوطنين ايضا في الضفه الغربيه التي يزيد عددهم الان عن 800 الف مستوطن، والذي يشكلون عامل توازن داخل بالمقارنه مع الفلسطينيين، ويقومون يعني دائما بالتعرض على الفلسطينيين في نابلس وجنين. هذا الامر سيعيدهم ألف مره، لانه الصور التي نشرت عن هروب الالاف بسبب القصف هذا سيفكر به غلاف غزه، تعدادهم تقريبا يتجاوز ال 55 ألف. نعم، هذا الراي، الراي الشعبي الصهيوني بالتاكيد عارفين الجرائم اللي يرتكبها الكيان وساسه الكيان، راح ياثر على القرار الصهيوني خلال الفتره القادمه او حتى على وقع المعركه؟ استاذ العزيز، انسحبت اسرائيل من قطاع غزه بعد ضغط الحركات المقاومه الشديد. هذا الان 55 ألف يعني اسرائيلي محيط بغزه، هل تتصور سيبقون في هذه المستوطنات؟ بالتاكيد سيرحلون او سيبحثون عن اماكن اخرى، على الاقل ستخف هذه المستوطنات بشكل اقل، لانه ممكن يعني بعد واضحه الامور سيتعرضون مره اخرى وثالثه، وربما عناصر
مفاجأة أخرى قد إذا ما حصلت تهدئة، لكن هذا كله يحسب حساب داخل إسرائيل. أيضا الدول الغربية والقوى الغربية تعرف دعوة الآن لعقد جلسة مجلس الأمن. الآن الوضع العالمي مربك، والوضع العالمي يتجه للقطبية الثنائية أو الثلاثية. الصراع الأوكراني الروسي في أعلى درجاته، إسرائيل وغطرستها، كل هذا يحسب حسابه. ايضا اذا ما قامت اسرائيل باي عمل ارعن، وانا استبعد هذا العمل ارعن، ربما تقوم بالتدخل لكيلو مترين كيلو داخل غزه وتنسحب مثل حركاتها السابقه، وما راح تستهدف فصائل المقاومه، المتوقع انه تستهدف المدنيين. بالعكس كيفون الفصائل المقاومه اللي يدخلون لالسان، وصير مثل معركه الكرامه سنه 68 حينما اندخلت القوى الاسرائيليه وحصرت. التجارب هوايه. نعم التجارب عند العرب عند المسلمين واضحه. القضيه الاهم انه الان هذا الحدث اللي حصل يخلي العالم ايضا ينتبه للقضيه الفلسطينيه، وشوف تصريح البحر رئيس بوتين انه لابد من اقامه دوله فلسطينيه، هذا الموضوع محل وانتهى. حتى المبادره العربيه الخجوله مبادره الملك عبد الله وقمه بيروت سنه 2002 اضمحلت، لان هناك تطبيع وهرول على تطبيع. ايضا المطبعين سيعيدون حساباتهم. اهم دوله ممكن تطبع هي المملكه العربيه السعوديه، وهي سائره في هذا الاتجاه، لكن الان تغيرت كل المعادلات، ستتغير خطواتها باتجاه الكيان الصهيوني. نعم تنتظر. والتعامل مع هذا الكيان. نعم تنتظر. استاذ ياسر، الطوفان الاقصى من المتوقع انه تستمر في حال استمرت هذه العمليه، قراءاتكم لهذا الوضع العام ما يخص الكيان الصهيوني والمقاومه الفلسطينيه؟ حتى يستمر الطوفان لابد ان يكون له منابع اكثر، لابد ان ينضم عرب الداخل، ولا بد ان تمد يد العون من المنظمات الفلسطينية في لبنان وفي حزب الله، وهو ما يخشاه العدو. في حالة دخول تلك القوة على الخط فإن الخسائر سوف تكون فادحة للكيان، والنتائج أيضا ستكون أكثر فادحة. وعليه فإن المنتظر أن تنضم قطاعات من داخل الأراضي الفلسطينية من عرب الداخل ومن الضفة ومن جنوب لبنان أيضا. نعم. لابد أن تكون هناك مواجهة شاملة. ويكون سقف المطالب أعلى. لابد أن يطالب الفلسطينيين ليس بالتهدئة. نعم. ويكون المفاوضات على بقاء المحتل، ولكن لابد أن يرحل المحتل حتى القدس، ولابد. نعم. أن يزيل تلك المستوطنات والمغتصبات. لابد أن يحرر الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأن يتوقف أيضا عن التدخل في الشأن الفلسطيني وفي الداخل الفلسطيني. ونتمنى أن تكون المعركة الأخيرة مع العدو حتى يرحل نهاية عن تلك المنطقة، أو وأن تتحقق نبوءة السيد الخامنئي بأنها نهاية احتضار الكيان الصهيوني. يحتضر. نعم. الصحف العربية تناولت موضوع العملية، عملية طوفان الأقصى، بعناوين مختلفة، راح نستعرضها من خلال هذا الفاصل. ونبتدي من صحيفة عكاظ، إذا جاهز الأخوة في الكنترول. صحيفة عكاظ السعودية عنونت بما يخص موضوع طوفان الأقصى بأنه هذا الهجوم هجوم مباغت يشعل الحرب. الكثير من الصحف تناولت الموضوع، أيضا صحيفة الوطن، صحيفة الوطن السعودية، طوفان الأقصى يشعل الحرب الخامسة. أما في صحيفة البلاد فعنونت بما يخص العملية، عملية طوفان الأقصى، المملكة تدعو لوقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل. صحيفة الوطن السورية عنونت بصورة معبرة طوفان الثأر من سوريا إلى فلسطين. صحيفة الديار اللبنانية عنونت المقاومة الفلسطينية توجه ضربة تاريخية للمشروع الصهيوني. في صحيفة الوفاق الإيرانية عنونت طوفان الأقصى نهاية الكيان المحتضر، إيران تحتفل بانتصارات المقاومة الفلسطينية. صحيفة كيهان الصادرة بالطبعة العربية، طوفان الأقصى
فتحت صفحة جديدة في تاريخ المقاومة الفلسطينية. في صحيفة الغد الأردنية: طوفان الأقصى، أوهام الاحتلال تتداعى. الصحف العراقية في صحيفة الأخبار الجديدة: منذ عام 1967 طوفان الأقصى يحقق انتصارا تاريخيا خلال 6 دقائق. في صحيفة الصباح عنونت: الناطق الحكومي: طوفان الأقصى رد على قمع الاحتلال الصهيوني. أما صحيفة الزمان فعنونت: تأييد عراقي لطوفان الأقصى ودعوة إلى التئام الجامعة لمناقشة الأوضاع الفلسطينية. في صحيفة الزوراء: حماس تصعق إسرائيل برا وبحرا وجوا، ومقتل 250 إسرائيليا وإصابة 1450 آخرين بعملية طوفان الأقصى. صحيفة الدستور: طوفان الأقصى، العراق يؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية. العرب اللندنية عنونت: حماس تطيح بأسطورة الأمن الإسرائيلية. في صحيفة العربي الجديد: طوفان الأقصى يصدم إسرائيل. الكثير من العناوين للصحف العربية والعراقية. صحيفة الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل وغزة حرب ما بعد الطوفان. القدس الأسبوعي: غزة العبور الفلسطيني. نعم أستاذ عباس، تابعنا العناوين، عناوين مهمة بالنسبة للصحف العربية والصحف العراقية. شلون قرأت هذه العناوين اليوم ما بين السعودية العربية العراقية؟ شنو أكثر عنوان شدك؟ الحقيقة العنوان اللي هو الطوفان، كلمة الطوفان هي كلمة رمزية ضخمة كبيرة على أنه تعرف قصة الطوفان العظيم اللي حصل. الآن هذا الطوفان بإسرائيل سينهي إسرائيل مثل ما وصفت من كثير من الساسة وزعماء العالم الإسلامي أنه قد لا تتصل لها 2025 أو أكثر قليلة. الحقيقة الصحف العربية قرأتها بعناوين مختلفة. هناك عناوين خجولة يعني تماشت مع السياسات الدولة التي تصدر فيها هذه الصحف، مثلا طوفان الأقصى، الحرب بين غزة، الصراع كذا كذا، لا يبدو ذاك تأييد ولكنه لقى المعلومة. والصحف السعودية مجاملة بعناوينها، نعم. يعني تحس أن المواقف مترددة تجاه هذه القضية. نعم نعم، هم محرج موقف السعودية، لذلك لا تقدر لا أن تتسوق مع الموقف الحكومي الذي هو في المقابل الأخير الأمير محمد بن سلمان نحو التطبيع، وإذا ما أتيحت وأعطيت السعودية بعض الميزات. وبعض الصحف طبعا الصحف العراقية لا يمكن العراقي دم حار بالتأكيد، لا يمكن أن تكون هذه مثل الرأي الشعبي بالتالي حقيقة يعني مستحيلة، مثل ما كان العراق ما يقدر يجامل لو يحتل 50 دولة بالعالم ونفسه يبقى العراقي أكيد يعني. الصحف السورية طبعا لأنه هذا متنفسها حقيقة، لأنه سوريا تتعرض لعدوان مستمر وشبه يومي وبالدقائق والساعات، يعني القصف مستمر، فأكيد هذه يعني المعركة عادت الكرامة للقدرات السورية والمقيدة أساسا باحتلال الأمريكي لبعض المناطق واحتلال تركي ومشاكل داخل السوري. أكيد النفس العربي مع هذه الحرب، الشعوب وبعض الحكومات ربما أيضا مع هذا الأمر، ولكن مواقفها يعني مترددة ومجاملة. لكن القضية لا أسمح للأستاذ عباس يعني جدا مهمة. هناك جرح، هناك يعني مجروح الكرامة، احنا العرب هاي سنوات طويلة الآن عدت الكرامة بهذه العمليات، نعم، لكن هناك جرح الكرامة المتغطرس نتنياهو الذي يتبجح دائما بالقوة والمركاب الإسرائيلية وغيره. راح نناقش موقف نتنياهو والتدخلات الدولية. انتقل لي أستاذ ياسر، الإعلام الصهيوني وصف العملية ووصف وضع الكيان بالفشل الأكبر، بالتالي اليوم الكيان وين النقطة الأكثر سجلتم فشل بها وممكن الاستفادة منها من قبل المقاومة الفلسطينية في الضرب أكثر داخل الكيان وداخل مدن الكيان؟ أنا دائماً أشعر بتشاؤم وبقلق نتيجة المواقف الصهيونية، فهم كلما يكون الترتيب للعملية أكبر أو العمل أكثر شناعة أو شراسة تظهر إسرائيل
بشكل الحمل المعتدى عليه والمنهزم إلى غير ذلك، وهذا ما نعلمه عنهم. وحاليا يدعون بالإنسانية وينشرون بعض الصور، تأيد كلامك. هم كلما أظهروا الهزيمة والضحايا إلى غير ذلك، كلما كانوا أكثر استعدادا لعملية ثالثة، كلما أعلنوا عن نياتهم أو طلبهم للتفاوض، كلما كان ترتيبهم لهجمات. هذا ما عهدناه على الصهاينة، فهم بارعون في اختراق التعهدات وفي إسقاطها، ولذلك أنا أتوقع أنهم يعدون لما هو أفظع ولما هو أشرف، وتطوير المقاومة بشكل معتدي وبشكل الذي يهاجم المدنيين والآمنين. بالتالي شنو المطلوب بناء على هذه الأفعال من قبل الكيان الصهيوني؟ الاستعداد الأكثر والحذر الأكثر واليقظة الأكثر والإعداد لمعركة أكبر، لأن العدو لن يترك هذا الأمر يمر بسلام، هو يعد لما هو أكبر ولما هو أشرف. هكذا عهدناهم دائما الصهاينة، وخاصة بعد تعهد الرئيس الأمريكي بايدن الشريف بدعم، وكذلك الهند بدعم وتأييد المواقف الصهيونية، فهم ينتظرون أمرا ما، ينتظرون إعداد ما، وصول أسلحة أكثر فتكا، إعدادات أكبر للقيام بعملية أكثر اتساعا وأكبر أكثر شمولا، ربما تشمل حرب إقليمية محدودة. ويتم هذا بعد السيناريو في غزة، وأن هناك دول بعينها وراء تلك الأمور تسببت في ألم وفي جرح الشعب الإسرائيلي المنقسم أصلا، فهو يحاول حشد الصهاينة من أجل معركة أكبر. ولذلك أنا أكثر تشاؤما تجاه النوايا الصهاينة، وأشعر أنهم يعدون لما هو أكبر، ولذلك لابد أن نرد على أيدي المقاومة ونكون أكثر اتفاقا معهم، وأن نطالبهم بوحدة الصف. وايضا ان هذا اللي يتحقق استاذ ياسر اليوم. يعني حزب الله بدا بالمشاركه بهذه العمليات، واعلن استهداف 3 مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقه مزارع شبعه اللبنانيه المحتله. بالتالي استاذ عباس، اليوم مساحه المعركه كبرت، الحزب الله تدخل، شنو المطلوب من باقي فصائل المقاومه في محور المقاومه الاسلاميه تجاه الكيان الصهيوني؟ الحقيقة يعني حزب الله قام بعملية محدودة، هو لا يريد الذهاب إلى أكبر من هذه العملية، لأن هناك حسابات سياسية. في نفس الوقت حزب الله يدرك، والحركات المقاومة الأخرى، أن هناك نتنياهو لا يمكن، رغم الجرح العميق في داخله أمام الإسرائيليين وبالضبط مثل الثور الهائج، لكن لديه محددات. أن تدخل إلى درجة دخول قوات إسرائيلية لقطاع غزة، هذا سيؤدي إلى حرب إقليمية. حزب الله سيقاوم، يعني يضرب بقوة، لأنه هذا الموضوع أخذ بعد آخر. إضافة لهذا، سوريا أيضا برغم الصعوبات التي تعانيها، لكن هناك حركات وفصائل مقاومة داخل فلسطينية، داخل سوريا وداخل لبنان أيضا ستقوم بشن هجمات. إضافة لهذا، سيكون هناك دعم هائل للجمهورية الإسلامية في إيران، وإن كان هي موقفها واضح، لكن بالتأكيد لأنها ستجد أنه ما دام هذه الحرب استهدفت هذه الفصائل، فبالتالي الأمريكان والإسرائيليين سيتجهون إلى ضربة قاسمة أو للمشروع النووي الإيراني، وبالتالي عليها أن تدفع كل قدراتها إلى اتجاهات هذا. لذلك هذه الحسابات أعتقد أن نتنياهو حسبها بدقة، واليوم حركة حزب الله في هذا الأمر كانت محدودة لتذكير نتنياهو أنه ممكن القضية توصل إلى حرب، ليست إقليمية، حرب قومية، لأنه في تلك اللحظة إذا ما حصل اجتياح لغزة وتدخل حزب الله، فبالتأكيد العرب مهما كانت المواقف الضعيفة اللي كذا، لكن سوف تضامن عربي وتصير ضغط على كل هذه العمليات تركت أثرها اليوم بالداخل الصهيوني، المطارات متوقفة، حظر للتجوال، المستشفيات مليانة بالمصابين والجرحى، الصدمة بعدها موجودة، يعني الأخبار العاجلة توصلنا بشكل مستمر، الازدياد بأعداد المصابين والحالات الميؤوس منها. أنتقل لك أستاذ ياسر، الرأي الدولي شنو تتوقع يكون تدخله خلال هذه الأيام، خصوصا أن العملية بيومها الثاني وأكو إمكانية مثل ما ذكرنا لاستمرارها، نتوقع يكون أكو رأي بإخماد هذه العمليات؟ بالطبع سيحاولون أن يبدوا فتحة من الوقت للكيان الصهيوني حتى يلتقط أنفاسه،
سوف يدفعون بما يعرف بدول الطوق أو دول التطبيع مع الصهاينة من أجل تهدئة الوضع وخنق المقاومة في الداخل. الرأي العام العالمي سوف تصل من الولايات المتحدة دعم أكثر وبيانات ودعم لوجستي وعسكري واقتصادي للكيان لشن عمليات أكبر. وعليه فإن أي مفاوضات أو أي تهدئة لابد أن تكون مشروطة بأنها على قدم المساواة. هذا أولا. ثانيا بفتح المجال للمقاومين سواء في غزة أو في أي مكان لتلقي السلاح على نفس القدر. الولايات المتحدة أعلنت دون حياء أنها ستتعوض إسرائيل عن خسائرها، بينما نرى نحن أن دولنا تقف مكتوفة. خيار مناسب التفاوض بالنسبة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، خصوصا احنا اليوم نشوف المقاومة بقوتها وقدرة تحقق إنجازات ما محققة خلال عقود من الزمن. لا أحبذ التفاوض في هذا الوقت ولا أحبذ لفظ تهدئة، ولكن لابد أن يكون على قدم المساواة، لابد أن تكون شروطه محددة وواضحة، من انسحاب تام من الأراضي للكيان الصهيوني وعدم التدخل ووقف الاحتضان، أيضا نزع سلاح المستوطنات، وفتح الطريق لتعويض المقاومة من أجل الدفاع عن أنفسها. المقاومة لابد أن يكون لديها سلاح للدفاع عن النفس، لأن العدو الصهيوني لا يدع أي احترام لأي مواثيق دولية ويقوم باقتحامات ويقوم بتخريب. بالتالي العدو ممكن يستخدم كل أوراقه ومنها الورقة الأمريكية والرأي الدولي. ينتقل بالسؤال يا أستاذ عباس، نتنياهو أعلنها رسميا، قال إحنا بحالة حرب، هذه مو عملية خاصة ولا هجمات من المقاومة الفلسطينية، حالة حرب. والأمريكان بايدن وبلينكن أعلنوا أنه دعمهم وغيرهم من الدول. تدخل الدولي بهذه المعركة شنو راح يأثر بيها؟ شنو ممكن يأثر على هذه العمليات والبطولات اللي تسجلها المقاومة الفلسطينية؟ الحقيقة طبعا لا تنسى وسائل إعلام ملكية الغرب وملكية الولايات المتحدة، وسائل إعلام ضخمة جدا وستبث هذه السموم أمام العالم والضحايا وكذا، لكن مع ذلك وقد تلجأ أيضا إلى قرار مجلس الأمن لإدانة حركة حماس في هذا الاتجاه. طبعا هذا يتوقف على حسابات دقيقة، إذا ما نتنياهو لم يخطئ ويدخل في قطاع غزة، لأنه بالتأكيد ستتحول النظرة بشكل آخر، أنه هنا اختلفت الأمور، اعتداء حسبوه حساب سياسي على إسرائيل يقابله اعتداء على الفلسطينيين بالمفهوم السياسي، قد يكون يعني يميل لصالح حركة حماس إذا ما اعتدي وأصبح هناك ليس فقط قصف وإنما اجتياح. فلذلك نتنياهو لن يخطأ هذا الخطأ ولن يدخل فيه، لكن سيتباكى ويقول قد أنا يعني في غفلة واحتلت أراضي ما يحسبها وأراضي وكذا وكذا، ربما يقنع المجتمع الغربي على دعم أكثر. أيضا هو حكومة، الوضع في إسرائيل مترهل ولذلك يحتاج هذا الدعم السياسي حتى يقول، لكنه الآن في كل الأحوال هذا الدعم الدولي الغربي لإسرائيل سيرتد أيضا على إسرائيل، باعتبار أنه العالم الغربي كل مواطن ينتبه لماذا هذه الأعمال تصبح دائمية. أما حركة حماس كيف تستفيد من هذا الأمر؟ صحيح هي تدرك تماما أن القدرات الصهيونية هائلة وأنه من الصعب مجاراة إسرائيل لا مانية. نعول ممكن أكون فد رأي دولي راح يصير مع حركة حماس ضد الكيان الصهيوني؟ لا، ممكن مثل الصين وروسيا قد ينقضون أي قرار أمريكي، وربما يتقدمون بمشروع وسطي وهو إدارة أعمال العنف بمجملها في الضفة الغربية وقطع في قطاع الشرق الأوسط، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي يعطون فرصة لنتنياهو ليتنفس حتى يكون هناك موقفه أمام شعبه وأمام الآخرين هو أفضل، باعتبار أنه أيضا حريص على السلام العالمي ولا يريد الانزلاق إلى أكثر من هذا الأمر. هذا اللي سوقوه دائما. نعم، هذا سوقوه بهذا الاتجاه، لكن هو الآن الرجل أصبح كالثور الهائج، لا نعرف حساباته، وإن كان هو يدرك العملية السياسية في مجمل الشرق الأوسط قد تتعرض إلى خطر أكبر، وهو أن قضية التطبيع في أي عمل عسكري الآن يحصل على غزة سينهي عملية التطبيع في المنطقة، ولذلك يحسب هذا الحساب الدقيق، لأنه أي استزادة في جرح الفلسطينيين وقتلهم والوصول إلى مديات أعلى سيمنع دول عربية في الدخول هذا في بدل الموضوع. حتى الإجهار والمطالبة من قبل بعض الحكومات، الشعوب ستلجم هذا الأمر، موضوع التطبيع أكيد الشعوب راح تكون، ولذلك ولا يريده، وراح يريد أنه هذا يتعجل بالتأكيد، وراح يكون صوت الشعوب أقوى من صوت الحكومات بعد هذه العملية. انتقل لك أستاذ ياسر، نقطة مهمة ذكرناها في بداية التغطية، موضوع الأسرى
المعلومات تقول أنه أكثر من 4000 أسير فلسطيني موجود بسجون الكيان الصهيوني، بعضهم تجاوز مدة سجنه وأسرة لأكثر من 20 سنة. إذا ما حدث موضوع التفاوض، شنو أهمية أنه يكون التفاوض بخصوص السجناء الفلسطينيين الموجودين عند الكيان الصهيوني؟ هم أفرجوا من أجل شغلتهم على عن 500 معتقل فلسطيني. اليوم لدينا أكثر من 40 أو أكثر ما بين ضابط كبير وضابط صغير في الأسر لدى المقاومة. ورقة رائدة وورقة قوية جدا للتفاوض، ولكنهم سيحاولون أن يقوموا بعملية مباغتة لتحرير أسراهم قبل أي تفاوض. أيضا هم يصورونها كحرب حتى لا ينزعج الرأي العام الإسرائيلي من أعداد القتلى ومن أعداد الأسرى. ولذلك هي ورقة مهمة جدا وورقة ممتازة، ولكن تحتاج للسياسي وليس للمقاوم. يعني من يتولى هذه المفاوضات أو هذا الجانب، كما فعل حزب الله مع إسرائيل الذي فاوضهم على رون أراد وفي الآخر سلمهم جثة وأخذ أسرى. اليوم يجب أن يتولى عملية التفاوض سياسي وليس مقاوم. وعلى المقاومة ألا تلتفت ولا تنتظر المفاوضات أو وقت إطلاق النار، لابد أن تستمر، لأنه كلما استمرت المقاومة كلما شعر العدو بصلابة معينة، وخاصة أن العدو كان يقوم بعملية بث نبض بحيث لا في الشمال وللمقاومة لكشف أوراقهم وما لديهم من جهوزية تمهيدا لما هو أكبر. أنا أتوقع أن العدو سيقوم بما هو أكبر، وأن نتنياهو ليس بالبساطة والشفافية أن يترك الأمور تمر رغم هذه الخسائر دون رد فعل كبير، ويتوازى مع مقامعه في السلطة واستمراره في قيادة الكيان. بالتأكيد، بس الوضع 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 اختلف أستاذ عباس. يعني أستاذ ياسر أشار نقطة مهمة بختام حديثه، أنه أكو إمكانية للتفكير بالرد من قبل الكيان الصهيوني. الكيان بهذا الوضع، الوضع المفكك، الوضع الهش من الداخل، الضباط أسرى، سخط شعبي على الكيان الصهيوني وسياساته، قادر أن يرد رد قوي على المقاومة الفلسطينية وهي بهذه الإمكانات؟ هو طموحه أن يقوم بهذا العمل، لكن وفق الحسابات الموجودة الآن من الصعب أن يذهب إلى مدى أكبر، لأنه تعرف الوضع اللي حكينا عنه، المسببات والعوامل السياسية والدقة. عامل آخر جدا مهم في العملية السابقة، جرف الصامت أو السيف، هذا تذكر سيف القدس، سيف القدس حصل شيء رهيب لم يحصل طيلة الحرب العربية الإسرائيلية. الداخل الفلسطيني نفسه انتفض، وهذا جدا خطر على وضعية إسرائيل باعتبارها دولة يعني تضم قوميات مختلفة، وإن كانت قومية يهودية بالدين اليهودي. لكن هذا الانتفاض الداخل 48 أحرج إسرائيل، لأن هؤلاء مواطنين إسرائيليون وإن كانوا عرب، فلذلك أصبحت هناك حرب أهلية أشبه. طبعاً أي ضغط على غزة أكثر سيقوم هؤلاء نفس المواطنين العرب بالانتفاض، وبالتالي يحرج، يعني صعب عليه المسك كل الخيوط، وإن كان هو يظهر نفسه كالحمل الوديع أمام العالم. هذه كلها يحسبها حساب نتنياهو وأيضاً الائتلاف الحاكم والمتطرفين، سواء الوزير الدفاع أو جزء الاستخبارات شين بيته وغيرها والموساد، كلها يحسبوها حساب دقيق. أيضا هذا حلفائهم في الخارج، يعني حتى بايدن وإن كان هو دعم حقيقي سيرسله إلى إسرائيل، لكن إسرائيل لم تتعرض إلى قصف طائرات وإن هي 200 طائرة حتى يقوم بتعويضها أو 1000 دبابة خسرت، هي تعرضت إلى موقف سياسي أكثر من موقف عسكري، إنه إهينت في عقر دارها في مناطق هي تحتلها، كان من الصعب عليها أن تهان. هذا الأمر كله سيحسبه الإسرائيليين بدقة. أحب أضيف شيء جدا مهم، أنه هذا العمل غير مفاهيم حركة حماس تجاه ضرب إسرائيل. أعتقد الآن الحماسيون سيدركون 1000 مرة أن هذه الضربة مهما تم التخطيط مستقبلا هي الأولى والأقوى، ولذلك سيستفيدون آخر استفادة من هذه الضربة كتجربة وأيضا حتى الحصول على المكاسب. يعني الأسرى طبعا قضيتهن الآن تورق إسرائيل، الأسرى الإسرائيليون والمعدات الإسرائيلية التي دخلت إلى قطاع غزة وفق التهليل من المواطنين والشباب. هذا أما إذا صعب
مهما كان قصف ما ممكن تقصف معداتها، واثنين ستطالب بها مستقبلا وتطالب بالأسرة، وتعرف هذا الموضوع معقد، لازم آلاف الفلسطينيين سيخرجون من هذا الأمر، وأيضا شروط لحركة حماس مهما كان المفاوض مهما كان التدخل المصري لتهدئة الوضع، ستقوم الحماس بفرض الشروط أنه فتح المعابر، السماح بالتنقل، السماح التفاوض بيكتل. التفاوض بالتالي اختلف ما قبل المعركة ما قبل طوفان الأقصى، مياه إقليمية لغطاء غزة لصيد الأسماك، طبعا هذا كله ستبقى. في نفس الوقت تدرك حماس أنه مهما كان الاستعدادات القادمة لكنها الآن اكتشفت أنه إسرائيل اكتشفت أن هناك ممكن مفاجآت أخرى، لذلك ستنتبه، لذا ستستفيد إلى آخر استفادة من هذه الضربة، وستتحمل أيضا الخسائر، تحمل الشهداء، لأن تعرف هم ناس يعني مؤمنين بالشهادة، وهذه حرب، وهذا هذا المتوقع أستاذ ياسر من قبل الكيان الصهيوني، مثل ما ذكرنا استهداف المدنيين الفلسطينيين، وين أنه بعض العمليات بدت بالنسبة للكيان الصهيوني وأكو شهداء وجرحى بالجانب الفلسطيني، هذا ممكن يأثر على العمليات المستمرة من قبل المقاومة الفلسطينية في الداخل الصهيوني؟ استهداف المدنيين عامة لإحداث حالة من الضجر، وسوف تتعلل دوليا بأن المقاومة مجموعة من الإرهابيين وتستخدم المدنيين كدروع بشرية، يعني هم ردهم جاهز في هذا المجال، سوف يعملون على تدمير البنية التحتية وقطع الكهرباء كما حدث، ولذلك لابد أن يكون هناك تحرك عربي وتحرك في الجنائية الدولية، أن عدم المساس بالمدنيين أمر مطلوب، ولابد أن تكون هناك فتح مستمر ودائم لمعابر خاصة بالمدنيين وبالجرحى، وإدانة لاستهداف المدنيين والأهداف المدنية بالتزامن مع استهداف المقاومة للحياة المدنية الإسرائيلية. لابد أن تمثل المعامل الإسرائيلية، لابد أن تمثل مفاعلات الإسرائيلية، لابد أن يكون الخط موجع لا يستهدف مجرد آليات أو جنود إلى غير ذلك. تطوير العمليات المقاومة مطلوب بضربات موجعة للاقتصاد الإسرائيلي وهو ما يوجعهم، أيضا للمنشآت الحيوية وللمصانع وللمواني، هذا أمر مطلوب حتى تستطيع إسرائيل أن تعرف أنها تواجه ند رجل لرجل. وهذا هذا اللي أثبتت المعركة أستاذ ياسر، معركة طوفان الأقصى، وهذا التقدم المستمر بالنسبة للمقاتلين الأبطال، أبطال المقاومة الفلسطينية، واستخدامهم كل الوسائل. اليوم الإمكانات اللي صارت عند المقاومة الفلسطيني ما تتوقف فقط عند الصواريخ أو عند الأسلحة البسيطة، لا، اليوم مختلف الأنواع موجودة، وإن كان الموضوع ما يتوقف فقط على الصواريخ، السير مباشرة باتجاه خطوط الصد الصهيونية بكل قوة وإرادة. أنا أشكرك الأستاذ ياسر فراويلة الباحث المصري اللي انضمنا عبر سكايب لمشاركتك في هذه التغطية، كذلك الشكر موصول للأستاذ عباس الشطري الباحث في الشأن السياسي، الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، وبالتأكيد مستمرين بمواكبتنا ومفتخرين بانتصارات المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني. نلتقيكم بتغطيات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.